مساء الخير على مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مدد. بنواصل لقاءاتنا معاكم باجمل الحلقات اللي بنتعرف من خلالها على كرامات وفضائل سادتنا آل البيت الاشراف اللي امرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم محمد عليه الصلاه والسلام بمحبتهم، واللي اثروا كمان الحياه بالعلوم والمعرفه. مدد يا رب اقضي حاجتنا وفرج كروبنا ويسر امورنا. النهارده معانا فقره خاصه عن الامام احمد الرفاعي، احد اقطاب الصوفيه اللي بتنتسب اليه الطريقه الرفاعيه، واللي كان بينضرب به المثل في الزهد والتواضع وحسن الخلق. كمان هيكون معانا فقره خاصه عن الانشاد الديني والمدائح النبويه، هنستمع فيها الى اروع واجمل الاصوات. هنروح نشوف تقرير عن الامام احمد الرفاعي ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. الإمام أحمد الرفاعي هو مؤسس الطريقة الرفاعية المنتشرة بشكل واسع في العالم الإسلامي، وأحد أقطاب الصوفية الذين أثروا الحياة بالعلوم والمعرفة. ولد الإمام أحمد الرفاعي في العراق، ويرجع نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعرف بالزهد والورع والتواضع وحسن الخلق مما جعل الناس تلتف حوله. لقب الإمام أحمد الرفاعي بأبا العالمين وشيخ الطرائق والشيخ الكبير، فقد كان عالما جليلا، محدثا، فقيها، مفسرا. تعلم الإمام أحمد الرفاعي الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكان نبراسا يستضيء به الناس فيما ينفعهم، وتقوم الطريقة الرفاعية التي أسسها على العمل بمقتضى ظاهر الكتاب والسنة، ثم أخذ النفس بالمجاهدة والمكابدة والإكثار من الذكر وقراءة الورد، وذلك وفق إرشادات الشيخ وتوجيهاته، مع ضرورة التسليم والانقياد له والانصياع لأوامره. يعد مسجد الإمام الرفاعي واحدا من أشهر المساجد الموجودة في مصر، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد لدقة تفاصيل الزخارف والأعمدة العملاقة، وأطلق عليه مقبرة الملوك والأمراء، كما يعتبر مقصدا للسياح بمختلف أجناسهم. عن سيرة ومسيرة الإمام أحمد الرفاعي الملقب بأبو العالمين، شيخ الطرائق، الشيخ الكبير، واللي كان أعلم أهل زمانه، بيشرفني في الاستوديو الشيخ رشدي حمودة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا شيخنا، منور الشيخ رشدي في مدد. أعزكم منورنا، فتح الله لكم، ربنا يخليك. كمان برحب بالمنشدة مروة فيود، صاحبة الصوت النقي، واللي قدرت رغم صغر سنها إنها توصل بسهولة لقلوب الجمهور. أهلا بيكي ومنورانا في مدد. أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا رب. مولانا بقى نبدأ مع حضرتك يا شيخ رشدي، ولو كلمنا عن مولد ونشأة الشيخ أو الإمام الرفاعي، كلمنا عن نشأته. نعم، بداية هو من أكابر علماء الصوفية، ولد عام 512 هجري، قيل ولد في النصف الأول من شهر رجب في هذا العام. مات أبوه وهو في بطن أمه، هذا قول، وقيل مات أبوه وهو ابن 7 سنين،
والأصح والأرجح أنه مات والده وهو في بطن أمه، نقلت كفالته إلى خاله سيدي منصور البطائحي رضوان الله عليه، فتولى الرجل تربيته، لكنه رباه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سيدي منصور البطائحي في الرؤيا فقال له: يا منصور، بشر أختك بأنها ستلد ولدا بعد 40 يوما اسمه أحمد الرفاعي، فالتسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وميعاد المولد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبشر أخته وقد كان المولد في الميعاد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي أبو العباس أحمد ابن أبو الحسن علي الرفاعي رضوان الله عليه، ابن يحيى ابن الثابت رضوان الله عليه، ابن أبو الفوارس رضوان الله عليه، ابن سيدي موسى الأصغر، ابن سيدي من نسل سيدي موسى الكاظم، ابن من نسل سيدي محمد الباقر، من نسل سيدي أبو عبد الله الإمام الحسين بن علي رضوان الله عليه، ابن أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. هذا بعض من نسبه من جهة أبي. من جهة أمه تنتسب إلى سيدي أبو أيوب الأنصاري، ومن جهة أم أمه جدته لأمه تنتسب للإمام الحسن بن علي رضوان الله عليه. ومن جهة النسب الشريف من ناحية الأب عند سيدي بعد قبل سيدي محمد الباقر ينتسب إلى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. الله. فإذا شئنا أن نقول في نسب سيدي العلم الكبير أبو العلمين شيئا، فنقول هو حسني حسيني أنصاري الله. بطائحي الله. رضوان الله عليه، بكري الجمال ده. رضوان الله عليه. هذا بعض التعريف عن نسب الإمام الكبير رضي الله عنه وأرضاه. الله. طيب احنا هنعرف من حضرتك هو ليه برضو اطلق عليه بعض الالقاب الكثيره، لكن نروح بقى لمنشدتنا مروه، وقول لنا انت امتى ابتديتي مجال الانشاد ومين اكتشفك؟ بدات الانشاد من ما يقرب من 4 سنوات. 4 سنين بس؟ كنت لسه في بدايه الثانوي. في البدايه كان مع شيخي اللي بحفظ معاه قران، كان سمع صوتي في الاناشيد وفي قراءه القران. يعني انت حافظ القران؟ الحمد لله ختمته من الاعدادي ما شاء الله. فبدا معايا ان هو كان بيشجعني ان انا ابدا في المجال، وان انا استعمل صوتي في ما يرضي الله. طبعا بدات في قراءه القران وفي الانشاد الديني والابتهالات، ومن بعدها وانا الحمد لله مستمره الى الان يعني. ما شاء الله. طيب لو حبينا بقى نسمع منك نسمع ايه؟ ربنا صلي وسلم، ربنا صلى وسلم على ملائكته. سمعنا بقى صوتك كده عشان ايه؟ نسمع كمان الساده المشاهدين كمان ان شاء الله نشوف جمال صوتك. اتفضل. ربنا صلى وسلم والملائكه الكرام، ودعانا كي نصلي عن والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي عن نبي بدر التمام. يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام، جئت قد بنى العشق.
تخش وترجم دون لفظ أو كلام. إن لله جنودا دون رمح أو لجام. إن لله جنودا دون رمح أو لجام. فاحفظوا النور ليعلو كلما شد الظلام، كلما شد الظلام. وأتم الله نورا بك يا مسك الختام. كن شفيعي في الورى يوم الزحام، يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم الزحام. وصلاة وسلاما عن نبي خير الأنام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي عن نبي بدر التمام. الله عليه الصلاة والسلام. أحسنت يا مروة، أحسنت. الله يبارك فيك يا رب. طيب نرجع تاني بقى لشيخنا بقى الشيخ رشدي بقى، وقول لي بقى حضرتك، يعني هو اطلق عليه القاب كتيره جدا، يعني لقب ابو العالمين، شيخ طرائق، الامام الرفاعي، يعني هل في كانت القاب تانية، وما هي اسباب تسميته بهذه الالقاب؟ نعم، سمي او لقب بابو العباس، هذا هو اللقب الاول. ثم لقب رضوان الله عليه بابو العالمين، وقيل أبو العلمين، فمن قال أبو العلمين يقصد علم الشريعة وعلم الحقيقة، ومن قال أبو العلمين أي صار علما في الشريعة وعلما في الحقيقة، يقصد ذات الرجل. وسمي أو لقب ببرهان الدين رضوان الله عليه، وكلمة برهان الدين أي أنه كان قاطع الدليل قوي الحجة، هذا سبب التسمية أو هذا اللقب. وقيل فيه أيضا هو عمدة الطريق أو عمدة أهل الطريق، ومعنى العمدة أي كبير كل طريق. يا ما شاء الله. وقيل بهو بأنه هو شيخ الطرائق، ومعنى أنه شيخ الطرائق هذا اللقب أطلق عليه لأن كل الطرق الصوفية لبست الخرقة من سيدي أحمد الرفاعي رضوان الله عليه، وهو عندهم مذكور مقدم، فهو شيخ شيخ سيدي إبراهيم الدسوقي، مش شيخ سيدي إبراهيم، هو شيخ شيخ سيدي إبراهيم، وهو شيخ سيدي أحمد البدوي مباشرا، وهو شيخ الأئمة الأكابر الأكارم في هذا التوقيت. إذن فهو شيخ الطرائق رضوان الله عليه، يعني هو هو الكبير الأول، الكبير الأول، ولذلك قيل هو الأستاذ الكبير. عشان كده هو أو برضو ده كل ده مكنه اللي هو كان أعلم أهل زمانه في وقته. نعم. سبب أنه كان من أعلم أهل عصره ووقته أنه أقبل بالكلية على الله رب العالمين، والإمام مختار من قبل الله لهذا الأمر، لأن يكون شيخا للطريق، إماما، قدوة، مرشدا، معلما. لذلك لما شاب دفعه خاله سيدي منصور البطائحي رضوان الله عليه، يرباه وعلمه. نعم. لكنه دفعه إلى سيدي عبد الله علي القاري الواسطي، وكان من أعلم أهل زمانه، وهؤلاء هم شيوخ سيدي أحمد الرفاعي، شيوخ سيدي أحمد الرفاعي، سيدي منصور البطائحي، سيدي خاله سيدي أبو بكر أو بكر، ومن شيوخه الأجلاء سيدي عبد الله علي القاري. عبد الله يعني ليس اسما، لكن هو سيدي علي القاري الواسطي رضوان الله عليه، وقيل علي البطائح رضوان الله عليه. الله. ومن مشايخه أيضا، يعني كان في مشايخ كتير. نعم. مشايخ كتير جدا علموه، سيدي عبد الملك الحربوني
وسيدي عبد السميع الحربوني. هؤلاء هم مشايخ سيدي أحمد الرفاعي رضوان الله عليه. أتم القرآن وعنده 7 سنين ما شاء الله. نعم. طب قول لي، طب برضو يا مولانا برضو، هو ليه اختار مذهب الإمام الشافعي في الفقه وتعلمه بالذات؟ نعم. اختار سيدي أحمد الرفاعي رضوان الله عليه مذهب الإمام الشافعي عدة أسباب. السبب الأول أن الإمام الشافعي قد أسس مذهبه قبل أن يجيء إلى مصر بالعراق، فمذهب الإمام الشافعي القديم بالعراق، الجديد بمصر، وهذا المذهب كان منتشر في هذا الوقت. نعم. ولا زال إلى يوم القيامة إن شاء الله. وبالشافعي قطب الوجود وأحمد ومالك مع النعمان تشرح صدورنا، اللهم أمين رب العالمين. أمين. السبب الثاني أن سيدنا الإمام الشافعي رضوان الله عليه جمع في فقهه بين مدرسة الرأي ومدرسة النص. مذهب الحنفية يعتمد على مدرسة الرأي، مذهب الحنابلة يعتمد على مدرسة النص، مذهب الشافعية جمع في بعض المسائل بين النص والرأي، فاختاره سيدي أحمد الرفاعي لهذا السبب. السبب الثالث أن سيدي الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضوان الله عليه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جد لسيدي أحمد الرفاعي. النقطة الأخيرة أن سيدي الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب العلم النفيس، هو أول من أصل وقعد قواعد علم الفقه، علم أصول الفقه. لذلك كانت هذه الأسباب سببا في أن يتبع هذا المذهب. الله الله. طيب قولي لي بقى يا مروة، أنت ليه تميزت بقى في التواشيح والأدعية أكتر؟ والله على حسب المستمعين، فهم بيقولوا لي مثلا ان انا صوتي مميز بالحنية، ان هو ليه تأثير معين مثلا مختلف عن الاصوات التانية. وليه كان طيب يعني انت درستي في الازهر، مين من عيلتك هو اللي شجعك على الدراسة في الازهر؟ من عيلتي طبعا، هي اسرتي واغلبية العيلة عندنا ازهرية، فانا بطبيعتي دخلت أزهر زي ما هم كانوا عايزين، وزي إخواتي طبعا هم أزهريين برضو. طيب ولما أنت جيت سمعتي للإنشاد، كان مين بقى من المشايخ اللي أنت كنت بتحب تسمعي لهم بقى، المشايخ الكبار؟ الكبار طبعا بحب الشيخ النقشبندي جدا. كلنا طبعا بنحب الشيخ النقشبندي يعني. ومين تاني؟ لكن كاستماع أنا بس يعني بسمع للنقشبندي وشيخ نصر الدين طبار وشيخ طه الفاشني، يعني الأغلبية بصراحة بسمع لهم، وفي نفس الوقت بحب بصراحة المنشدين الجداد اللي هو الشباب. مين؟ المنشدة الزهراء لايق، والمنشد محمد طارق، ما شاء الله، والمنشد محمود هلال. دولت أنا بسمع لهم كتير يعني. طيب هنسمع ايه بقى؟ صليت على النبي؟ ماشي. يلا صليت على صليت على النبي كم مرة أقول لي صلي وعلي وخلي يا نكت أحلى ذكر تملي يا سعد ويلي وصل سلامه لطه ويرد عليه المكمل صلاتك محلاها صليت على النبي كم مرة أقول لي صلي وعلي وخلي يا مكتح لتذكر تملي يا سعد ويلي وصال سلامه لطه ويرد عليه المكمل صلاتك محلاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كحيل العنوين وروك الشمس باهي والكون فتح ظهوره فرحان تباهي أحمد يا خير الورى وحبك ماليني اسعدني باللقى وبشوفتك داويني صليت على النبي كم مرة أقول لي صلي وعلي وخلي يا مكتح لتذكر تملي يا سعد يلي وصال سلامه لطه
ويرد عليه المكمل صلاتك محلاها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام. احسنتي احسنتي يا ولد. احسنتي. واللي بقى شيخ رشدي، كم عدد بقى مريدين الطريقه الرفاعيه هنا في مصر؟ وايه طبعا ايه ابرز الدول اللي منتشره فيها الطريقه الرفاعيه؟ ذكرت بعض الاحصائيات ان عدد منتسبي ومريدي الطريقه الرفاعيه في مصر بلغوا 6 ملايين في مصر. ابرز الدول التي بها اتباع ومريدون او مريدين لهذه الطريقه الغراء مصر، العراق طبعا، ثم شرق آسيا، وقيل بإفريقيا، وفي كل أنحاء العالم، لكن الثقل مصر، العراق طبعا، الشام ثم شرق آسيا وإفريقيا. منتشرة يا طريقة كبيرة جدا يعني. طيب قول لي برضه يا مولانا، يعني إيه أبرز الصفات اللي كان بيتميز بها الإمام الرفاعي؟ يعني غير طبعا يعني حسن الخلق طبعا والزهد والكرامات كمان اللي كان بيتميز بيها. رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. سيدي أحمد الرفاعي رضوان الله عليه هو إمام همام دائم الفكر والتقى. نعم. وساقي شراب الحب للحب مزدنى، يدل على مولى الموالي مقاله. نعم. وأحواله تنبي عن الفوز بالمنى. نعم. رضوان الله عليه دخل عليه سارق، فلما وجد الإمام الرفاعي ارتعدت فرائصه. نعم. واصفر وجه السارق، فمن شدة حياء الرجل وحنان الرجل قال: بني لا عليك. هدأ من روع سارقه: بني لا عليك. الله. يا بني لا عليك، أكنت تريد حنطة؟ قال: نعم. قال: فإني سأعطيك دقيقا، فإن الحنطة تحتاج إلى غسل وإلى تنقية وإلى طحن. ثم أعطاه رضوان الله عليه دقيق ومشى معه حتى خرج به من الحي. سبحان الله. ذهب هذا السارق إلى داره وتذكر كلمات الإمام: يا بني لا عليك، يا بني لا عليك. فعاد إليه وقال له: لما أكثرت علي في قولك يا بني يا بني؟ قال: أنت من أبنائي ومن أبناء طريقتي. فتبعه وصار من العباد والعلماء. يا الله الله. الإمام أحمد الرفاعي رضوان الله عليه كان يمشي في الطريق ذات يوم، فوجد صبية يلعبون، ومن مهابة الرجل تفرقت الصبية خوفا منه، خوفا منه وإجلالا له، فذهب خلفهم رضوان الله عليه ورحمه الله يقول: أبنائي اعذروني أني أفزعتكم، اعذروني أني أفزعتكم. يعتذر لأنه أفزعهم وهم يلعبون. هذا خلق الإمام الرفاعي رضوان الله عليه. كان رضوان الله عليه إذا رأى أعزكم الله كلبا جريحا داواه وطببه وأطعمه وسقاه. شفته بتقلبه وخلقه وزوره رضوان الله عليه، ولم يكن فقيرا، كان ثريا، كان ريع أملاكه كريع أملاك الأمراء والملوك. ما شاء الله. ومع ذلك كان لا يبقي في داره دينارا ولا درهم. زاهد لن تجد لزهده نظير. نعم. كان لا يجمع ثوبين أبدا، إذا خلق الأول اشترى الثاني، ولا يلبس ثوبين، هو ثوب واحد. كان بحرا لا ساحل له. جلس ذات يوم يسأل كما أورد أصحاب السير، فسئل في 200 سؤال فأجاب على الأخير مثلما أجاب على الأول، لم يتلعثم ولم يعلو صوته ولم ينخفض. فقال أحد الجلساء: والله لو سألتموه في كل علم دو لا أجابكم كأنه يقرأ من صفحة واحدة. يعني هو كان أهل علم، وطبعا يعني زي ما حضرتك قلت كان بحر في الزهد وحسن. نعم. الخلق. نعم. طبعا نورتنا وشرفتنا طبعا الشيخ رشدي حمودة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. يعني ستة. احنا كنا نتمنى تكون الفقرة تكون أكتر من كده، والوقت يكون يسمح لنا عشان نقدر نتكلم أكتر كمان عن الإمام الرفاعي. نورتنا في مدد. شكرا شكرا الله لك. المنشدة مروة فيوض نورتينا، واستمتعنا كمان بصوتك كمان وإحساسك كمان في طريقتك كمان في الإنشاء. مشاهدينا الكرام، هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل باقي فقرات برنامجكم مدد.
رجعنا لكم مرة تانية ونجدد تحية لحضراتكم. معنا دلوقتي موهبة مصرية بتمتلك صوت جميل عذب، مجرد بس ما تسمعه تشعر بالطمأنينة والسكينة. نشأت في صعيد مصر وبالتحديد في محافظة قنا، وتخرجت كمان من كلية التجارة جامعة جنوب الوادي، وبتحظى حاليا بشعبية كبيرة جدا نتيجة أعمالها الرائعة وأسرارها كمان على تقديم كل ما هو جديد لإمتاع متابعيها. خلوني بقى نرحب بضيفتي اللي مشرفاني في مدد، المنشدة فاتن يوسف. أهلا بيك يا فاتن. أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا. الله يعزك يا رب، تسلم. الله يبارك فيك. وليه يا فاتن انت ليه اخترت كلية التجارة يعني تدرسي، يعني ما درستيش حاجات ليه خاصة مثلا بالإنشاد يعني ليه دراستك أساسا خليتيها كلية التجارة؟ لا، هو من الأول الحمد لله كنت من أول دراستي كنت متفوقة في دراستي، وما كانش لي علاقة بمجال أصلا الغنى في الأول أو الإنشاد، يعني كانت دراستي مستقلة عن موضوع الموهبة بتاعتي أو كده، كنت بنمي الموهبة. مختلف خالص عن مجال الإنشاد. وكنت أصلا في كلية تانية في الأول وبعدين نقلت تجارة يعني. طيب كلميني برضو على النشأة الصعيدية بقى، إزاي أثرت برضو في مسيرتك الخاصة، خاصة كمان أنت من محافظة قنا أحسن ناس يعني. الله يعزك يا رب، تسلم. الله يبارك فيك. فقولي لي بقى إزاي بقى نشأتك، إزاي وإزاي اتعلمت فن الإنشاد ومجال الإنشاد؟ نشأتي حافظت عليها في الاثنين، عشان الاول اصلا نشأتي كنت مطربه وبعدين اعتزلت. يعني الاول كنت مطربه شعبيه وبعمل افراح شعبيه وكده. والله. واعتزلت بقيت منشده، وده حاليا لسه ما كملتش سنه يعني في الانشاد. بقيت سنه بس في الانشاد. بس انت حققت نسب مشاهدات عاليه. الحمد لله، الفضل لله تعالى. الحمد لله يا رب. يعني ما حققتهاش في الغنى. لا، حققت اكتر كمان في الغنى، بس والله. ان شاء الله لسه احقق اكتر في الانشاد ان شاء الله باذن الله. طب ايه اللي خلاكي طب تروحي طب لمجال الانشاد؟ فضل من عند ربنا. ربنا سر، الحمد لله رب العالمين. فضل من عند الله. وسرا بقى يعني ده ما قلتوش لحد قبل كده. يا ريت بقى تقولهولنا. ان انا زرت زياره، كنت من مريدين سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه يعني. وده في مره مدحت كده فيه، والله صدقا ما عرفتش اغني تاني، ما عرفتش اغني بجد يعني. قلبي اتقفل من الغنى وبقيت اطلع المسرح مش قادره اغني وكده، فقررت الاعتزال. طب هنسمع ايه؟ نسمع اول انشوده دخلت بيها الانشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله حضرة مصطفانا، رسول الله حضرة مصطفانا، رسول الله حضرة مصطفانا، فنظرة منكم تغدي الأنام، لطيبة جئت والأشواق حنت بدمع العين للمختار أنت، لطيبة جئت والأشواق حنت بدمع العين للمختار أنت، فراحت عيني إن نظرت وملت جمال المصطفى وتراه عيانا. رسول حضرة مصطفانا، رسول الله حضرة مصطفانا، رسول الله حضرة مصطفانا، فنظرة منكم تهدي الأنام، رسول الله فتقبل مديحا في حضرتكم ولو كان رسول الله فتقبل مديحا في حضرتكم ولو كان صريحا، فغيرك أنت ما وجدنا شبيها، وليس سواك يشفع في القيامة. رسول الله حضرة مصطفانا، رسول حضرة مصطفانا، رسول الله حضرة مصطفانا، فنظرة منكم تهدي الأنام. الله عليك، عليه الصلاة والسلام. شوفي وانت بتغني برضه او بتنشدي برضه اللهجه الصعيدي برضه موجوده، يعني اللهجه الاساس اللي بتاعت اهل مصر نفسها كلها. طيب قولي لي انت حفظتي القران الكريم كله؟ الحمد لله، ده زمان في الابتدائي، من اول ابتدائي الحمد لله. يا ما شاء الله. بس ما كنتش ازهريه يعني. ما كنتش ازهريه، لكن انت حفظتيها كتاب. الكتاب عادي. ما شاء الله. الحمد لله. دخلتي طب مسابقات طيب في في محافظه قنا؟ على مستوى محافظتنا. على مستوى محافظتك انت ولا مستوى الجمهوريه؟ مستوى محافظتي انا. وحصلت ايه بقى؟
كان ساعات مركز اول ساعات تاني وساعات تالت كده يعني الحمد يا لله ما شاء الله على طول يعني ما خدت مراكز يعني الحمد لله رب العالمين. طيب قولي لي طيب انت لما اخترتي مجال الانشاد اللي هو انت بتقولي هنا من سنه بس او سنه ونص دخلتي مجال الانشاد البيت عندك بقى اهلك بقى لما انت قلت لهم الموضوع ده قولي لهم قولي لي بقى يعني كان شعورهم ايه و و و و ورحبوا ولا لا بص هو اهلي من الاول اصلا كانوا خايفين عليا في موضوع الغنى ما كانوش بيشجعوني في موضوع الغنى كانوا بيقولوا لا يعني مش هتنجحي وكده فنجحت جيت لما دخلت موضوع الانشاد برضو نفس الموضوع قالوا لي مش هتنجحي فنجحت فخلاص بقى دلوقتي استسلموا الحمد لله يعني. خلاص كده بصموا بقى خلاص في حد طيب من عيلتك او من عيلتك من ناحيه والدك من ناحيه والدتك في الانشاد في مجال الانشاد لا مفيش حد في مجال بس والدتي صوتها حلو قولي لي طيب انت بقى دلوقتي بقى بقيتي بقى بتسمعي مين بقى من مشايخنا الكبار بص انا من اول حتى من كنت في مجال الغنى وكده بعشق حاجه اسمها الشيخ النقشبندي كمبتهل ومن المنشدين الجداد بحب ماهر زين بحب محمد طارق الناس الحلوه الجديده اللي لسه خارجه دي محمد طارق أيوة. الناس ومحمود هلال صوته جميل برضه منشد شارع كلهم جم نوروا الناس الجديده دلوقتي يعني. طب هم يعني ممكن تعملي دويتو معاهم ولا اي حاجه ان شاء الله اكيد ليا الشرف طبعا اكيد باذن الله. الله باذن الله باذن الله طيب مثلا نسمع ايه يا ابرار صلوا على المختار نسمع يا ان شاء الله اتفضل يا أبرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني بالصلوات تنزل البركات والنور منانا لو ذكرنا الهادي ما صلوا عزيني انت جاي عزي وكاني والحبيب وما فيش حبيب تاني انت ليا كل اوطاني عمري وسنيني انت جاي عزي وكاني والحبيب وما فيش حبيب تاني انت ليا كل اوطاني عمري وسنيني قلبي روح مهما كان مجروح للقبة الخضراء اللي ساكن في ابو الزهراء نظرة ترضيني يا محبين صلوا على ياسين ده الغالي والله نفسي صلنا في المصلى شوقي وحنيني يا أبرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني مش بنساك ده انا حياتي فداك يا حبيبي يا سيدي انت دم بيجري في ايدي انت عنواني مش بتغيب ده انت اغلى حبيب حبك سكني من غيرك هيحامي عني صلوا على النبي يا ابرار صلوا على المختار سيدنا محمد اللي ليه الكون بيشهد هو نور عيني الله عليك يا حبيبي الله يعزك احسنتي احسنتي الله يعزك يا رب تسلم طب قولي يا فادم انت ايه رايك انت في المنشدين اللي بيستخدموا دلوقتي فلاتر على صوتهم ويقعدوا يعملوا معالجات لصوتهم عشان الانشوده بتاعتهم تقدر توصل كمان للمشاهدين والمستمعين بص عموما مفيش مانع من انه يحط حاجه تحليه لان الصوت اصلا لازم في الاول لما تدخل مجال في موهبه يعني الانشاد دوت بيعتمد رقم واحد على الصوت بالظبط فانت اساسا لو صوتك, بالزبط. مش, لو صوتك حلو. مش حلو فيعني كده بس يعني لو ليك موهبه في حاجه انا دايما بنصح بكده انك لو ليك موهبه في حاجه حاول فيها عشان لو مثلا لا قدر الله فشلت او ما عرفتش حق اللي انت بتتمناه ما تزعلش من كده يعني زي مثلا حضرتك مذيع ليك موهبه في كده فما ينفعش مثلا تروح تشتغل بتاع الكاميرا هيبقى وما تنجحش فهتزعل ده موضوع لا مثلا يعني فور اكزامبل مثلا يعني بس فانا بقول لهم يعني اهم حاجه يبقى موجود عندك الموهبه لده انت كنت بتغني وانت عندك كام سنه لا برضو مش كتير انا بدات من حوالي رابعه كليه اللي هو احترفت مجال غناء بره بقى في السوق وكده وافراح شعبيه عندنا والكلام ده من اول رابعه كليه امال انت طب من اول ما اتولدتي لغايه رابعه كليه كنت بتعملي ايه في مدرستي ولا ليكي في الغنى ولا ليكي في الانشاد ولا ايه لا كنت دايما ده كنت كل حاجه في الاذاعه كنت بذيع بحيي العالم أيوة وانا الاذاعه المدرسه بقى. يعني كان عندك الموهبه بالظبط بس في دراستي بقى بنيه في المدرسه وبعد كده في الثانويه بعد كده في الجامعه دخلت مسابقات ابداع على مستوى وزاره الشباب والرياضه وكل ده لغايه رابعه كليه دخلتيها غناء ولا انشاد
غناء. ها؟ ودخلتها مره في اخر سنه انشاد، سبحان الله يعني. سبحان الله. انا ليا ميول من كده من زمان الحمد لله يعني، وبقرا قران بالتجويد من زمان برضو الحمد لله. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. طيب قولي لي برضو نسمع ايه برضو دلوقتي؟ نسمع نقول مثلا مولاي صلى الله عليه وسلم. ماشي يلا. بسم الله. مولاي صل وسلم دايما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دايما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله علي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله علي. عليه افضل الصلاه والسلام. احسنت يا فاتن. الله يعزك. احسنت والله. هنخرج فاصل بسيط مشاهدينا الكرام ونرجع تاني نكمل مع ضيفتنا النهارده المنشده فاتن يوسف اللي احنا مستمتعين دايما بصوتها وبإنجازها. لسه مكملين برنامجكم مدد ومكملين فقرتنا كمان مع منشدتنا فاتن يوسف اللي احنا استمتعنا كمان بالفقره اللي فاتت كمان بصوتها. عايز اعرف بقى منك بقى، قولي لي يا فاتن، الابتهال اقرب ليكي ولا الانشوده؟ يعني تحبي الابتهالات اكتر ولا الاناشيد؟ بص، بحب الابتهالات من شيوخنا القدام لانها صعبه شويه، الابتهالات اصعب من الاناشيد. لا بعرف الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. بحب اسمع الشيخ النقشبندي جدا. انت قلتي لي بحب اسمعه جدا. بحبه في التهالات. جدا. اللهم بارك ما شاء الله نقطة يا ما شاء الله. يعني انا من اكتر الناس اللي بحبها في الابتهال الناس القديمه شويه، يعني الناس اللي بتقرا قران قديمه والناس في القران وفي الابتهال الناس القديمه شويه يعني. ليا ميول لكده عشان بحب الصوت اللي هو الاصيل يعني. انت الاقرب لقلبك الابتهالات. مش الاناشيد يعني. ولولاك انت بتقولي كل الاناشيد يعني، بتقولي وبقول الابتهالات الحمد لله وبقول ابتهالات برضو. احنا لسه بنسجل حاجات بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، قويه جدا نازله في السوق، قويه جدا. لما سمعيني كده ابتهالات كده صغيره. سمعت مولاي للنقشبندي. ماشي، بس حاجه بسيطه منك. حاجه بسيطه. طب اتفضل. مولاي اني ببابك، مولاي اني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي أقوم بالليل والأسحار دعائي بالدموع ندي، من لي سواك ومن سواك، من لي سواك، من لي سواك ومن سواك. نسيت
احسنتي احسنتي. طيب قولي لي السوشيال ميديا بقى ودورها معاكي في الفتره اللي فاتت يعني، وبعد المشاهدات الكبيره اللي انت عملتيها كمان في انشادك، وهل هي ضروره للمنشد ولا لا؟ هي السوشيال ميديا دلوقتي بقت ضروره في كل مجالاتنا يعني، بس انا حاسه ان احنا اللي عاملين لها الاهميه دي زياده عن اللزوم يعني. المنشد برضو لازم هي بتروج اعمالك. هي دلوقتي بقت الحاجه الوحيده اللي نقدر نروج بيها اعمالنا ومشاهداتنا والكلام ده وكده. انت مش بتعملي افراح وحفلات كتيره جدا في الانشاد في الصعيد؟ الحمد لله. طب الحمد لله. قولي انت اول بنت متهيألي او فتاه في الصعيد تعمل افراح وحفلات الانشاد يعني، هل المجتمع قابل كده هناك في الصعيد؟ عشان الحمد لله بص انا شخصيتي قريبه منهم يعني، مش بتصنع في حاجه، فقريبه منهم يعني زي ما بيقولوا بدخل قلبهم. وغير كده يعني الحمد لله لبسي محتشم زي لبس الصعيد عندنا، فلو دايما في الصعيد ما كانوش يقبلوا بمطربين او كده اللي هو البنات وكده عشان اللبس اللي هو بيبقى خارج شويه او كده يعني، فهم متقبليني عشان شكلي وتصرفاتي قريبه منهم وكده وحابيني جدا الحمد لله. كلميني عن مسابقه ابداع اللي انت اشتركت فيها. مسابقه ابداع اشتركت فيها من اول دخلت اولى كليه، سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، وكل الاربع سنين اشتركت. شايفه ان المسابقه دي مهمه جدا لاكتشاف المواهب؟ مهمه لاكتشاف المواهب، مهمه جدا. ها مش جدا بس مهمه، لان هي مش جدا بس مهمه. يعني مهمه بس مش شرط قوي يعني. انا مثلا اللي خلاني بقيت مشهوره دلوقتي مجالي الاحترافي اللي بره. يعني في ابداع والكلام ده بنبقى زي ما حضرتك قلت السوشيال ميديا، فمجالنا لما بنبتدي نروج لنفسنا بعد ما نتخرج من الكليه او من ابداع والكلام ده هو اللي بيبتدي رواج بقى وسط الناس والشهره وكده في مجالنا. في اغنيه انت كنت عاملاها اسمها احنا الاناويه، محققه نسب مشاهدات عاليه قوي يعني، اول بنت تغني لمحافظه انا مش كده؟ دي بقى اتعاملنا زي نشيد مصر كده في هناك في المحافظه. اي مناسبه عالميه بالظبط كده، اي مناسبه عالميه او عيد او الكلام ده بسم الله ما شاء الله. دي اغنيه ولا انشوده؟ لا اغنيه. اغنيه بس سبحان الله تنبأت ان انا هدخل في الانشاد عشان في كلماتها كنت بقول ربي وديني رسولي الغالي هم دول سندي يعني. سبحان الله سبحان. حتى في الانشاد انا حذفت كل الاغاني بتاعتي. نعم. ومن حبي فيها جدا رحت للشيخ قلت له انا مش قادر احذفها عشان بحبها هي البلد. فقال لي لا انا يعني كلماتها جميله جدا ومش محتاجه يعني تتحذف، فخليتها الحمد لله. طيب يعني دي كانت فكرتك ولا كان فكره حد مثلا حد الفها لك؟ لا فكرتي وتاليفي. فكرتك وتاليفك ما شاء الله. راح فين يا حاج؟ ترند الجديد يا رب كده. طبعا احنا داخلين كمان على ايام مباركه كمان صلى الله عليه وسلم. اتمنى العوده ان شاء الله. يا رب يا رب. طب يلا نسمعها مع بعض. اتفضل. رايحه فين يا حاجه يا مش القطيفه، رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه، رايحه فين يا حاجه يا مش القطيفة، رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة، رايحة فين يا حاجة يا مش الليموني، رايحة زور النبي محمد واملي عيوني. وفاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا، افتح لنا الباب يا فاطمة ابوك دعينا، ويا نبي يا نبي يا مالك احبة، هم نعيلهم يا نبي ويجولك محبة، يا زايرين النبي خدوني معاكم، اركب البواخر والله وامدح انا وياكم، رايحة فين يا يا مش السماوي، رايحة زور النبي محمد وارجع الجناوي، رايحة فين يا حاجة يا مش السماوي، رايحة زور النبي محمد وارجع الجناوي، وادعي لي يما من فوق المناوير، ودعت لك يا ابني يا ابني تيجي بالسلامة، يا زايرين النبي خدوني معاكم، يا زايرين النبي خدوني معاكم، اركب البواخر والله وامدح انا وياكم. الله عليه الصلاه والسلام. احسنت احسنت. انت مقيده بلون معين من غناء الانشاد يعني؟ مثلا انت بتحبي تقولي مثلا الاغاني الدينيه الشعبيه
ولا بتقولي اكتر الموشحات ولا بتقولي كل الالوان؟ لا بقول كل الالوان، وفي الغنى كذلك كنت بقول كل حاجه. ما بحبش اقيد نفسي بحاجه، ما دام ربنا كرمني بصوتي اقدر اقول كل حاجه، يبقى بعد كده اعتمادي بقى في مجهودي ان انا اسمع ده واسمع ده واسمع ده والون بقى كل حاجه. انت حققت قد ايه بقى من احلامك؟ عشان انا شايف ان انت ايه يعني ما شاء الله يعني لسه ولا حاجه دلوقتي بالنسبه لي. يعني انت عايزه ايه؟ طيب عايزه كتير كتير. عايزه ايه؟ طب كتير قولي. طب حلم واحد، طب عايز تعمليه؟ يعني عاوز اوصل للعالميه، يعني اوصل مدح النبي لاعلى ما يكون، وقراءه القران الكريم ان شاء الله يا رب، ونكون نغزو العالم كده ان شاء الله يا رب. يا ما شاء الله. انت على فكره صوت جميل جدا. الله يعزك. يعني وادائك كمان جميل يعني. الله يبارك. واللهجه كمان وانت بتقولي كمان الاناشيد كمان مختلفه عن لهجه مثلا المنشدات اللي انا استقبلتهم في برنامج مدد، عشان اللهجه الصعيدي الجميله اللي احنا بنحبها موجوده كمان في هناك يعني. قولي طيب، ناويه في الفتره الجايه مثلا تعملي اي ديو مثلا، دويتو مثلا بينك وبين اي منشد او منشده؟ انتوا عندكم في هناك في كروان الصعيد برضو، وفي مش عارف يعني في اسماء برضو عندكم في الصعيد يعني بتحبوا تطلقوا انتوا القاب كتير. ايوه. مش ناويه تعملي مثلا اي دويتو مثلا؟ ان شاء الله. انا اتمنى هم يا رب يعتزلوا الغنى يا رب ان شاء الله. هم من برنامج إيه؟ مدد يا رب يعتزلوا الغنى. بقول لك من برنامج مدد اهو نوجه لهم دعوه. لا انا بتكلم على منشدين وليس مطربين. لا منشدين، منشدين في الصعيد عندنا مش كتير. في منشد مثلا هو في شركتنا دلوقتي في حناجر الذهبيه اللي هو كروان المديح. كروان المديح. بتعملي الاسواني. وفي عندنا منشدين كتير، منشديننا تبع امير. اسمه ايه كروان المديح؟ اسمه علي الاسواني. علي الاسواني صوته جميل جدا. جميل. نستضيفه ان شاء الله قريب باذن الله. باذن الله. طيب شركتنا الحناجر وكذا دويتو، في دويتو مع اسلام جابر مطرب برضو كان مطرب واعتزل، كذا حد من عندنا من شركتنا يعني ان شاء الله. طيب احنا في نهايه الحلقه بقى تحب بقى نقول ايه مع بعض؟ تقولي مثلا الله على نور رسول الله، ولا تقولي يا سيد السادات، ولا تحب تقولي ايه؟ انا لها المسك فيها اللي نفسك فيه. نقول المسك فيها عشان هتنزل بعد كم يوم ان شاء الله، يبقى ده حصري بقى ان شاء الله. يعني دي مثلا بلحن جديد ولا هو نفسه؟ لا هتنزل بس بابداع جديد، بروح جديد بابداعك انت بقى إن شاء الله. طب يلا بينا. المسك فيها، المسك فيها لما ذكرنا والنور لاح، النور لاح لما حضرنا بالزهرة، أشكيني من وجدي وحالي الله الله، ويقول لي مين النبي غالي الله الله، أشكيني من وجدي وحالي الله الله، ويقول لي الله الله، ايه اللي غير احوالي، ايه اللي غير احوالي غير الغرام في رسول الله، المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لما حضرنا بالزهرة، يا صاحب القبة الخضرة الله الله، اللي علينا بالنظرة الله الله، يا صاحب القبة الخضرة اللي علينا، اللي علينا، اللي هز الهلال يا أبا الزهراء، هز الهلال يا أبا الزهراء، واطل كل محب منى، المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا بالزهرة، أشكيني من وجدي وحالي الله الله، وأقول لي مين النبي غالي الله الله، أشكيني من وجدي وحالي الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغير.
والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزهراء. عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنتي ونورتينا بنت محافظة إنا فاتن يوسف منشدتنا الجميلة اللي صوتك كمان الجميل دخل قلوبنا كلنا يعني. نورتينا. ربنا يعزك. مدد يا رب. الله يعزك يا رب. الله يخليك. مدد يا رب. مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم مدد. تحياتي ليكم وأشوف دايما حضراتكم على ألف خير.